السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك، الله يبارك في حضرتك. وفيك وفيك. أنا كنت بسأل معاليك على الـ على الـ العمولة العمولة البنكية. كيف؟ العمولة البنكية حضرتك، مثلا لو أنا مثلا ببيع مثلا سيارة، السيارة دي حضرتك أنا باخد عليها عمولة من جوه البنك، أنا ببيع العربية قسط العميل، والعميل ده بياخد قرض من البنك، وهو البنك حضرتك يعني بيديني اللي هو يعني حضرتك عمولة يعني على لا التوتال بتاع المبلغ. عفوا، انت مالك السيارة الاصلي؟ انا مالك السيارة. انت مالك السيارة، تبيع السيارة لزيد وزيد ما عنده فلوس، هيجيب فلوس من البنك. سامع حضرتك، معلش. يعني انت الان تملك السيارة، نعم انا مالك السيارة. جاء زيد يشتريها منك، زيد ما عنده فلوس، زيد راح للبنك حتى يطلب البنك نيابة عنه ويشتري منك السيارة. إذا كان تواطؤ بهذا، التواطؤ على هذا حرام، لأن أنت مساعد على الإثم والعدوان. تمام، يعني لو أنا باخد عمولة من البنك فهي أصلا العمولة حرام. كما أخبرتك، ما أدري عن العمولة، أنا فصلت لك السؤال. لا،